منو اللي يخطط هيك وقاعد حاط العراق تحت الناس اللي عندهم مصالح كبيره في العراق واللي حاطين عندهم عنهم على خيرات العراق؟ ليش العراق مستقر ما يحقق مصالح؟ يجوز ما يحقق مصالحهم. ليش اليوم العراق بيه استثمارات كثيره؟ مو بس من الطرف يمكن الاستقرار في العراق لا يوفر للبعض نفط رخيص مثلا. الدخول بالتفاصيل راح يسوي لي مشاكل كبرى بعد. المشكله اني اكثر من هالمشاكل بعد شو تريد؟ انا واعي لكل التفكير. انا عندي جواب على هذا كلامك واعرف ليش دي تخططون هيك. انا اعرف ابن جاوب. اي انت مره كتبت تغريده قلت اني عاهدت الناس وعاهدت نفسي اقول كل شيء حتى اذا ضدي. حتى اذا ضدي ولكن الشيء اللي اعتقد انه راح يكلفني حياتي او يؤثر على حتى اسرتي احاول اتحاشى. ولكن خليني اقول عناوين سريعه. ما اكو عدم مصلحه في استقرار العراق، والدليل على ذلك أشقائنا العرب السنة هم المولى والغزو، هم المولى الاحتلال، وهم مولى والطائرات. إيه كان صدام. أوكي. وهم الذين مكنوا الشيعة من أن يتولوا السلطة، مصالحهم كانت هكذا. صح. ما نظروا القضية من زاوية طائفية. بس إحنا لأننا أحيانا نصير جهلة نعتقد أن هؤلاء هم الأخ الأكبر أو الشقيق القومي والطائفي، فلذلك نسمع كلامه بس هو غباء مو صحيح. طيب أنا واعي لهذه القضية، غيري مو واعي لهذه القضية.